رحب بحضراتكم والفقرة الأخيرة، وهنتكلم بقى عن المنتخب وعندنا مصر والجابون، وهذا اللقاء يعني اللي في غاية الأهمية. وفكرة برضو مش هنقيم بس هنتكلم فين التقصير، فين المشكلة، فين الأداء اللي احنا كنا منتظرينه، فين حاجات كتير. خلينا بس نرحب بنجم الأهلي السابق ويعني الصديق العزيز جدا كابتن محمد حشيش. صباح الفل. صباح الفل يا نوال. صباح الفل يا كابتن حشيش، كالعادة بنسعد بوجود حضرتك معانا. وخلينا نبتدي بتساؤلات تهود، فين الأداء وفين النتيجة وفين يا كابتن حشيش؟ فين يا كابتن؟ ما لقيناش حاجة بصراحة. طب وينفع كده؟ يعني بص، هو كان متوقع. متوقع؟ طبعا. أولا المنتخب ده برضو الفترة الأخيرة مفيش أي تجمعات اتعملت، مفيش أي يعني مفيش أي معسكرات خالص اتعملت. قوام المنتخب لو شفناه هو أهلي زمالك مثلا واحد أو اثنين من بيراميدز اللي هم واحد إسماعيلي، أكثر فرق أجهدت خلال الموسم شاق وطويل، وبالذات الأهلي. وبالذات الأهلي طبعا، وهو طبعا القوام الأكبر من النادي الأهلي في المنتخب. لعيبة مجهدة جدا طالعة من موسم صعب، بطولات متلاحقة، كان بقى ناقص كمان بقى حتة المنتخب كمان بعديها على طول. مفيش فترة حتى للراحة، يعني خلصوا آخر مباراة في الدوري. ضرب. هل ده بقى اللي خلى إن مفيش وقت كافي أو فرصة كافية لوجود معسكرات؟ لأن حتى تصريحات كابتن حسام البدري شخصيا بعد انتهاء مباراة أنجولا قال لك إن مفيش تجانس ما بين اللاعبين. هو حتى مش مسألة تجانس، المفروض دي لعيبة منتخب ولعبوا مع بعض قبل كده. يعني انا حته التجانس دي انا مش يعني ما بحبش اقولها كتير، زي ما يقول لك مثلا لعيب محترف جاي للنادي الاهلي ولسه برضه عايز فتره عشان يبقى فيه تجانس. اللعيبه السوبر اللي على مستوى عالي جدا جدا بيبقى خلاص هو نزل، لان الكره ما بتختلفش، والتحركات والحاجات دي. فحته التجانس، انما هو ممكن ما يكونش لحق يقول لهم حاجه، يعني اقصى حاجه هيقولها خلال المحاضرات حاجات نظريه، انما في الملعب ما فيش حاجه تقدر تتعمل. زي بقول لك الاجهاد مع اللعيبه، مش يعني احنا عمرنا ما شفنا منتخب مصر بيلعب طويل، عمرنا ما شفنا منتخب مصر على ارضه في اول يمكن 10 دقائق كان مضغوط وكان ممكن يتغلب اول 10 دقائق. يعني كان في ضغط جامد على النادي على المنتخب، واحنا في الاخر بنتكلم على انجولا وبنتكلم على الجابون، يعني المفروض ان دي فرق اقل واضعف من غيرها اللي احنا كنا بنلعب معاهم بقوه. انت عارف حتى تحس ان يعني انجولا يعني جايه عارفه انها بقى بتلعب منتخب مصر وحاجه قويه ومنتخب مصنف، وطبعا انجولا حاجه يعني بالتصنيف يعني ما يعني جرأت من البدايه وابتدت تلعب لغايه ومتحررين ومفيش ضغط عليهم وبيلعبوا، وكان في عدم توفيق بالنسبه لهم. يعني النتيجه ممكن كانت تطلع يعني حاجه تانية طبعا، وكان هيبقى مشكله، لان دايما بدايه المشوار وخصوصا على ارضك بتبقى محتاجه 3 بونت، وهو احسن ما حصل في المباراه ان في 3 بونت. الاداء ممكن يتحسن، يعني انا متوقع النهارده ممكن الاداء يتحسن شويه، لان اضافه محمد صلاح النهارده ممكن يعني ايه يعني المباراه بتاعت مصر اللي فاتت كان يتناسب معاها او طريقه الاداء وجود محمد صلاح عشان الكره الطويله في المساحات اتلمت طبعا، بس للاسف احنا كنا بنلعب طويل عشان مجهدين، ما حدش عنده القدره ان هو يسلم ويستلم ويتحرك ويعمل، فكان لعيب ما يكون مجهد بيلعب كوره طويله وكده. اعتقد ان النهارده احنا محتاجين دي بقى، محتاجين تقفيل كويس قوي في نص الملعب، يبقى فيه تقفيل كويس قوي، وعندك سرعات بقى، محتاج انت سرعات، لان طبعا الجابون بعد النتيجه اللي عملتها مع ليبيا ومفيش ولا نقطه معاها دلوقتي، لازم انها طبعا تعوض على ارضها، لان النهارده باذن الله لو اتغلبت ممكن تبقى بعدت عن السباق، لان السباق برده مش طويل، قصير ورايح جاي كده في السريع، فممكن النهارده يبقى طبعا يعني ماتش صعب بالنسبه لهم، وهيبقوا ضاغطين من البدايه عشان يقدروا يعملوا حاجه، وفي نفس الوقت دي هتدي منتخب مصر المساحات المطلوبه لصلاح وشريف. طبعا لو كان هيبدا، انا ما اعرفش طبعا حسام في دماغه ايه موضوع التشكيل، ممكن نبقى نتكلم فيه طبعا، انما الاداء لازم يبقى فيه تقفيل كويس قوي عشان ما يجيش فيك جون في البدايه طبعا. بدايه الماتش يقلب لك طبعا الحاجات اللي في دماغك اللي انت طبعا ممكن تعملها. زي ما بقول لك يعني وجود محمد صلاح لعيب كبير مصنف عالميا،
مش هيمسكوا فرد واحد من منتخب الجابوني، لازم يبقى في واحد ماسك وواحد طبعا بيغطي عليه، فده ممكن يعمل خلخله ويخلق مساحات لمحمد شريف او مصطفى طبعا محمد لو هيلعب. انما هو لازم التقفيل يبقى طبعا كويس. حته الباك رايت برضه، هل هو هيلعب زي الماتش اللي فات باهر ولا اكرم توفيق اللي استدعاه؟ دي برضه لسه مش عارفينها. وايا كان الاثنين طبعا هم يعني عندهم ادوار كويسه، ولو اني افضل طبعا اكرم لانه لعب المباراه يعني عنده فكره عن حته الباك رايت. انت محتاج كمان حد يكمل في موضوع الشق الهجومي ده شويه من الطرفين. الماتش اللي فات كان الطرفين عندنا مفيش طبعا يعني كثافه هجوميه او مفيش فعالية طبعا تكمله، مفيش فعاليه طبعا. احنا ما كانش عندنا حتى كريم خلق فرص، يعني ما تحسش ان اللعيبه يعني جالها فرص، هي باستثناء الكوره اللي راح بيها فتوح. ما هي دي النقطة المقلقة يعني يا كابتن حشيش. ما احنا بنتكلم دلوقتي، لو جينا وده حقنا ان احنا نتكلم عن منتخبنا ونقيم الأداء طبعا. هل الأداء بتاعي ده هيوصلني أصلا ولا مش هيوصلني للمونديال؟ يعني ده سؤال لازم نطرحه على نفسنا. السؤال الثاني، لما أجي أقارن نفسي بالمنتخبات العربية في الجولة الأولى، هل طبعا. أنا بالنسبة لهم أدائي كده يعني قريب ولا أنا في حتة مقلقة؟ ونقطة زيادة على اللي أنت بتقوليه برضو، البدايات القوية مش لازم النتيجة، يعني أنا بتكلم على الأداء القوي. طبعا السكور يبقى حاجة طبعا مهمة جدا، بتقلق المنافسين، لأن أنت السنة دي برضو نظام التصفيات صعب، بياخدوا أوائل مجموعات وبتدوا يعملوا قرعة يلعبوا بقى مع أوائل المجموعات. صعبة، هتلاقي فرق بقى المرحلة اللي بعد المجموعات دي فرقة قوية جدا، يعني مش تلحقي نفسك فيها. صحيح، مش رايح جاي دوري من دورين انك تلحقي تعوضي الماتشات، هيبقى في ماتشات فاصلة بعد كده رايح جاي، وهتبقى طبعا صعبة. بنأمل النهاردة ان هو يكون الأداء يعني أحسن شوية، يطمن الناس، لأن الناس مهما كان برضو المكسب حلو، وده خلي بالك اللي هو قلل الانتقادات شوية ان في مكسب. تخيل انت لا قدر الله خساره او تعادل، كانت الدنيا طبعا باظت خالص. ما هو ده اللي برضه عايز، يعني انا وحضرتك بتتكلم انا سرحت كده في تفصيله، يعني بعيدا عن فكره تلاحم المباريات والبطولات واللي نتج عنها اجهاد كبير جدا لكل اللعيبه الى اخره، لكن لما نيجي نتكلم على منتخب مصر، ليه مش برونق وجوده فترات زمنيه سابقه؟ كان منتخب مصر مش هزار، يخض اسم تقيل وفعل اتقل على ارضيه الملعب. ليه بقينا بقى لنا فتره، وعلى فكره حتى من قبل كورونا بقينا يعني جمله زي اللي حضرتك قلتها اللي هو ايه، بنامل بنتمنى بندعي، هنفضل نامل كتير. انت فاهم قصدي ايه؟ ما احنا بندعي كده كده في كل الاحوال بندعي عشان ده منتخبنا، لكن ليه التمني لما احنا قادرين؟ هقول لك يا كريم، انا في رايي ان هي بتبقى يعني انا مش طبعا بقول حاجه على لعيبه مصر او الجيل اللي موجود، بس بيبقى في اجيال متفوقه، يعني حتى على مستوى الانديه فترات كبيره جدا جدا بيبقى في اجيال جامده جدا فيها لعيبه منورين كلهم كبيره. مش عايز اتحيز طبعا للجيل اللي انا كنت فيه، انما فعلا جيل الثمانينات ده كان طبعا. جيل بتحس ان الاساسي منتخب مصر، واللي قاعدين بره على الخط منتخب مصر طبعا، وكلهم مواهب وكلهم فرقه. يعني الناس كانت بتقول لك انا بروح اتفرج مش عارف اتفرج على مين او على طبعا. مين باستثناء طبعا الفترات الاخرانيه، انا راح اتفرج كذا هو اللي ظاهر شويه هو الكذا. فهي بتبقى اجيال منتخب مصر كذلك، لانها بتاخد من الانديه طبعا. كذلك برضه يعني مثلا لو اتكلمنا على حتى الاجيال بتاع السبعينات، الجيل بقى بتاع الكابتن خطيب وحسن شحاته والشله الكبيره دي، بس ما كانش عندهم الامكانيات انهم يعملوا مباريات وديه، يسافروا بره يعملوا معسكرات، فكانت الامكانيات بتعوق شويه، غير طبعا الانديه الثانيه بتاع شمال افريقيا قريبين من اوروبا، فكانوا زي تونس مثلا، عشان كده سبقتنا برضو في موضوع كاس العالم في 78 وكده. فهو الجيل ده بس هي المشكله برضو ان الفترات دي، ما هو انت برضه ده انعكاس للبطوله المحليه. البطوله المحليه ما فيهاش استقرار. جداول بتتغير كل شويه. صح. اجهاد جامد للعيبه، حاجات متلاحمه طبعا. بره ما فيش الكلام ده. يعني هتشوف الدوري الانجليزي بيبقى معروف طبعا.
الماتش امتى والساعه كام والحكم مين لغايه الاخر البطوله ما تخلص وبيخلص في التوقيت وبيلعبوا بطوله اوروبا وبيلعبوا انما احنا عندنا شويه حاجات كده مصعبه الدنيا علينا. احنا الغد صحيح زي ما حضرتك بتقول احنا الغد النهارده الدوري لسه خالص ولسه مش عارفين نعمل كاس مصر ولا لا والسوبر بتاع السنه اللي فاتت والناس خدت اجازه وبدات الدوري بتاعها فانت عمليه واحنا متكربسين بس واحنا متكربسين ما هو اللعيب برضه ما هو بني ادم عايز يرتاح شويه صحيح. يا اخي زهق يعني انت فاهم الواحد لما بيروح شغله كل يوم على طول على طول ما بيفصلش خالص لمده كذا شهر بيبقى رايح مخنوق بيبقى عايز يعني فهو اللعيب برضه نفس الوضع الاجهاد وتلاحم الماتشات والمباريات والبطولات هو اللي ادى للنتيجه دي مفيش منتخب يقعد الفتره دي كلها وما استغلناش كمان فتره الطاقم بتاع الاجنده اللي فاتت الاجنده الدوليه ما يعني عملناش كنا ورا بعض من غير اي فواصل ما عملناش اي حاجه عشان خاطر الدوري احنا بقى عندنا فواصل طيب ماشي ايه رايك كابتن طب عشان نشم نفسنا ونرجع نكمل كلامنا اتفضل ان شاء الله نكسب باذن الله وخصوصا ان مستوانا مشرف جدا يعني انا متوقع ان شاء الله الفوز لمصر يعني هو الاداء الماتش اللي فات كان ضعيف شويه ان شاء الله الماتش جاي احسن في وجود محمد صلاح يعني لا يعني ان شاء الله مصر تشرفنا واتوقع 2-0 لمصر ان شاء الله اتمنى الفوز ليهم بكره 3-0 بالنسبه للمنتخب مصر بوجود كابتن محمد صلاح 1-0 ان شاء الله المنتخب مصر يعني ان شاء الله هنعمل اداء مشرف ان شاء الله المنتخب ربنا يوفقه ويحقق نتيجه كويسه ويكسب الجابون ويتصدر المجموعه بتاعته ان شاء الله عشان يواصل طبعا محمد صلاح هيبقى وجوده هيفرق كتير مع الفرقه وهيرفع معنوياتها وان شاء الله مصر تكسب يعني انا اتوقع واتمنى ان مصر تادي اداء افضل بكره احسن من الماتش اللي فات طبعا وطبعا بكره في وجود كابتن محمد صلاح فده هيدي دافع قوي يعني واعتقد انه بيدي روح جامده في الملعب هيساعد اللعيبه يعني ويساعد المنتخب ان احنا ان شاء الله نكسب يعني ان شاء الله 2-0 ده كان جزء من توقعات بعض يعني الجماهير لماتش اليوم وبنرجع نقول تاني يعني البعض بيشوف ان الاداء مشرف كان راي اول سيده يعني معانا والبعض بيقول لا الاداء غير مشرف احنا كنا بنتوقع افضل من كده ولكن التوقعات كلها بتنصب ان في فوز ان شاء الله النهارده لمنتخب مصر فنامل خير باذن الله وده هياخدنا للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها قبل الفاصل فكره الاجهاد وحلوا ايه بقى يعني انا لما اجي اتكلم انا عندي مشكله خلاص امر واقع وعرفنا القضيه ماشيه ازاي اعمل ايه بقى هل مثلا الكلام اللي كان بيقول طب اروح لمنتخب الشباب طب اروح للمنتخب الاولمبي اعزز المنتخب بيهم علشان اقدر ان انا اعوض فكره الاجهاد اللي ما لناش يد فيها في الاول وفي الاخر يعني انا في البدايه طبعا مش عايز اقول حته غير مشرف دي نخليها ضعيف يعني بلاش اراء مختلفه لان طبعا ايه برضو في الاخر هي كره نتائج اداء ونتائج والنتيجه وثلاثة بونت وفي بدايه مشوار ليها مبررات كثيره زي ما احنا بنقول صحيح. يعني ان اول ماتش وفي اول حاجه يعني ليها مباريات كتير يعني المصطلح بقى اللي سمعناه من فتره بتاع ان في مباريات تكسب ولا تلعب أيوة خلاص بقى امر واقع معانا يعني. بقى امر واقع في الفتره دي امر واقع اي حد يطلع يقول لك كده لا بس في الفتره المهم دي المكسب في الفتره دي بس طبعا 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 انما طبعا بالنسبه للاداء هو طبعا يرجع زي ما احنا بنكرر فعلا وده مش مبرر لحسام ان هو فعلا الاجهاد هو اللي اثر على اللعيبه وخصوصا قوام المنتخب اهلي وزمالك انا كنت متخيل ان حسام ممكن ايه يعني احيانا لما تيجي تقارن كريم نهواند باثنين لعيبه واحد نجم واحد اقل منه شويه اثنين في المنتخب يعني بس النجم ده مجهد وطالع عينه مش قادر ونزلت الاقل منه شويه بس فريش طبعا تقدر تحقق اللي انت عايزه لان النجم هو تعبان ومجهد زيه زي اي حد او اقل من اي حد فمن المنطلق ده انت كان ممكن تبني الفرقه تحاول تحط عناصر مش مجهده في عناصر في مثلا فرق تانية برضو ضمها للمنتخب ما كانش عليها الضغط بتاع الماتشات زي لعيبه الاهلي والزمالك فكان ممكن برضو تستعين
يعني عارفة بمثلا 3-4 مثلا في وسط الحداشر عارفة يدوا بس قوة شوية وطاقة وحيوية للفرقة. خصوصا فيه كابتن حشيش يعني ما أعتقدش حد ممكن يختلف على ده. أنت عندك عناصر تصلح جدا كمان. وأصل أنا طالما اخترته في المنتخب يبقى يصلح. ما أنا مش جاي أنا مش نادي بكمل القيد بتاعي أو القايمة بتاعتي. أنا جايب منتخب مصر يعني على الفرازة أحسن لعيبة خلال الموسم عندي. طب احنا بالأداء اللي احنا شايفينه ده في حال استمراريته يعني لو افترضنا انه هيستمر على ما هو عليه، هل فكرك ده ممكن يوصلنا لحاجة ممكن ينتج عنه تصعيد وتأهل لكأس العالم؟ ولو حصل هل ده يخلينا نعمل أي لقطة لطيفة في كأس العالم ولا نرجع بنجر ذيول الخيبة وراجعين من غير ولا نقطة زي ما حصل؟ بص هقول لك يا كريم، مش ممكن هتفضل وحش وأدائك سيء وهتكسب، إنما مرة تمشي على أرضك والفرقة مستواها التانية يعني متواضع فممكن تعدي بجون ضرب الجزاء صحيح. إنما مع التصاعد بقى لا، هتلاقي فرق قوية لازم طبعا. أنت يبقى عندك. وبعدين أنا عايز أقول حاجة، الناس طبعا مع احترامي كان محمد صلاح، بس محمد مش هو الفرقة، عايزين نخرج من الحتة دي برضو لأن قبل كده وكاس عالم محمد صلاح ونمرة واحد، وهو طبعا محمد صلاح بيعمل الفارق بس ما يقدرش يلعب لوحده. ممكن لا قدر الله زي ما حصل كاس عالم كدا. السنة اللي فاتت أول ماتش كان مصاب ما لعبش يعني جاي من ليفربول تعبان، وارد ما تبقاش اعتمادك على واحد وهو ممكن الكرة ما توصلش للواحد ده طبعا. يعني انت فاهم ازاي؟ حاجات كتير مس باس وغيره وغيره يعني الدفاع مش منتظم، يحصل لاهداف محمد صلاح مش هيعوق يعني ما نبقاش رامين اهو هيفرق. وطبعا احد الحلول الكبيره لمنتخب مصر او اي فرقه اذا كان محمد صلاح حل كبير بالنسبه لليفربول، لمنتخب مصر نفس القصه ان هو بيعمل الفارق وبيقدر يخطف جون بيقدر يعمل اسيست، بس ما يبقاش التركيز على محمد صلاح. يا جماعه لازم برضو تبني خطتك على وجود لعيبة تانية بتساعد محمد في بعض الأوقات، إنما هي برضه عندها الحلول، إنما مبقاش برضه التركيز على محمد صلاح. لأن زي ما بقول برضه زي ما انسى الموقف اللي فات بتاع الماتش اللي فات، موضوع كورونا والحاجات دي ما خلاهوش يقدر يجي. فاحنا عايزين يعني إن احنا برضه إيه الأداء لازم يتحسن، نشوف حل كمان يعني. هو اتحاد الكورة لازم يشوف حل، لان الكوره دي بتتلعب كلها عشان خاطر منتخب مصر طبعا، والهدف الاسمى مشاركه بنعمل لعيبه من الصغر وقاعده طبعا. ناشئين وانديه وكله عشان يصب لمصلحه منتخب مصر طبعا. فلازم برضو القرارات تبقى في صالح منتخب مصر. هنستكمل الدوري مش عارف هنعمل ايه، هنبدا الدوري الجديد ايه، ما هو لازم توفر. اصل انت ما ينفعش تاخد كل حاجه بقى يعني ما ينفعش تلعب كل البطولات اللي عندك، دوري وكاس وتخش في كاس افريقيا بثلاث فرق ومش عارف سوبر مصري وسوبر كذا وكونفد. طب وتلعب من المنتخب والمنتخب يبقى احسن منتخب في العالم ويلعب كاس، ما ينفع احنا هناخد الدنيا كلها ما ينفعش. زي خلي بالك لو اخر حلقه كنت معاكم فيها يمكن كان قبل الماتش اللي قبل الاخير بتاع الدوري، قلت لكم يا جماعه ايه المشكله؟ احنا خدنا بطولات كتير يوميها قبل ما يحصل الكلام ده بالليل، ايه المشكله؟ فرقة ما خدتش حاجة تاخد حاجة، ايه المشكلة؟ ما هو لازم يبقى فيه تنافس. ما انت لو رحتي مكان وكنت انت على طول احسن واحدة احسن واحدة، ما انت برضه يعني لازم يبقى في حد كويس يعني كتف الكتف شوية يعني. فنفس القصة منتخب مصر، منتخب مصر لازم يعني يشوفوا له يوفروا له الجو او المناخ او الوقت اللي يقدر يعمل فيه تجمع عشان ده يحصل، لازم يكون في تكافؤ للفرص بين الأندية. ونختم بكده وشكرا جزيلا. ونورتنا كالعادة كابتن حكيم. حسيتني لا خالص ده انا ما لحقتش اشرب ميه. شكرا ليك كابتن حكيم، نورتنا. شكرا جدا، اشوفك على خير ان شاء الله. وكل التحية لحضراتكم وكل الشكر على حسن متابعتكم لحلقتنا النهارده. بكره ان شاء الله يتجدد اللقاء وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.